المشاهدين مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي معاملات إسلامية. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أهم المنتجات المالية الإسلامية وعلى أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كذلك. نعرج به كذلك أحيانا على المعاملات المالية التي نتداولها في أسواقنا الاعتيادية بشكل يومي. موضوعنا لهذا اليوم موضوع من الأهمية بمكان. نتحدث اليوم عن خدمة من الخدمات المصرفية المهمة التي لا غنى للحياة المدنية المعاصرة عنها. نتحدث عن بطاقات السحب وعن البطاقات الائتمانية. أجل، نتحدث عن البطاقات التي نسحب بها أموالنا من ماكينات الصرافة في الطرقات والأزقة وفي أوقات ليست أوقات عمل بالنسبة لبنوكنا ومؤسساتنا المالية. نتحدث عن تلك البطاقات التي نسدد بها أثمان السلع والبضائع والخدمات كذلك في أي وقت شئنا من ليل أو نهار. يعرف المجمع الفقهي مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لرابطة العالم الإسلامي يعرف هذه البطاقات بأنها مستند يعطيه مصدره، أي أن البنك الذي يصدره يسمى بالبنك المصدر. مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعيا كان هذا الشخص أو اعتباريا، يمكن هذا المسند حامله من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، كما يمكنه من سحب النقود من المصارف في جميع الأوقات. هذا هو تعريف المجمع الفقهي لبطاقات السحب والبطاقات الائتمانية. هو يعرفها بكونها مستندا، أي قطعة من البلاستيك أو من الورق المقوى أو من أي مادة أخرى فيها مميز إلكتروني يميزها عن غيرها ويربطها بحسابك البنكي في بنكك. يعطيه المصدر هو، أي أن البنك الذي يعطي هذه البطاقة ويقدمها لعميله يسمى بالبنك المصدر، وهذا الشخص يسمى حامل البطاقة. كان هذا الشخص شخصا عاديا زيدا أو عمرا، أو كان شخصية اعتبارية أي مؤسسة من المؤسسات مثلا. هذا المستند يمكن حامله من شراء السلع والبضائع والخدمات، كما يمكنه كذلك من سحب الأموال على الطريقة التي يتفق بها مع بنكه المصدر. أهمية هذه البطاقات لها أهمية كبيرة بالنسبة لأطرافها الثلاثة الرئيسية. فبالنسبة لحاملها هي مهمة، أولا لسهولة حملها، فهو يحمل في جيبه بطاقة بها عشرات الملايين ووزنها لا يتعدى 10 غرامات أو 20 غراما على الأقل. وكذلك فإنها توفر الأمان لحاملها مقارنة لمن يحمل في جيبه أموالا سائلة، فإنه يكون عرضة لمجموعة من المخاطر لا يتعرض لها حامل البطاقة لسهولتها وسهولة إخفائها كذلك. تمكنه كذلك، وهذا أمر مهم، من الشراء الفوري والدفع الآجل، وهذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان، أي أن صاحبها قد يشتري الآن وحسابه منكشف على أن يسدد في المستقبل. تمكنه كذلك من مرونة السحب، فالبنوك غير مسؤولة لا شرعا ولا قانونا عن توفير أموال العميل إلا
في مكاتبها وفي أيام العمل وساعات العمل كذلك. البطاقة توفر على حاملها الوقت والجهد وتسمح له بمرونة السحب من أمواله في أي وقت شاء وفي أي يوم أراد وفي العديد من الأماكن من الأزقة والطرقات. من أهميتها كذلك لحاملها أنها تغنيه في حالة السفر والمرور بعدة دول، تغنيه عن حمل مجموعة من كبيرة من العمولات المختلفة. يمر بهذا المكان وله عملة خاصة فيحتاج إلى أن يحمل عينة من هذه العملة، ويمر ببلد آخر له عملة مختلفة وهكذا. البطاقة توفر له عليه وله هذا الجهد، ويكتفي بحمل بطاقة توفر له كافة العملات التي سيحتاج إليها في سفره أو سياحته أو سفره العلاجي أو طلبه للعلم أو للعمل. فهي إذن غاية في الأهمية بالنسبة لحاملها الفرد الشخصية العادية أو الشخصية الاعتبارية كذلك. فيما يتعلق بالتاجر الذي يقبل تسديد المشتريات من عندي، تسديد أثمان المشتريات وأثمان السلع، يقبل تسديدها بواسطة البطاقة، هي أيضا مهمة له. وأية مهمة هي؟ تفيده أولا في سرعة المعاملات، لأنها ستوفر على البائع سحب الأموال على أمين الصندوق، سحب هذه الأموال فلا يحتاج إلى سحبها وإنما يقتطعها مباشرة من البطاقة كما هو معروف ومألوف. أنها محفز على التسوق كذلك، فهي تحفز المشتري وتحفز المتسوق على أن يتسوق، لأنه لا يدفع الأموال مباشرة وإنما تقتطع من حسابه، فهي من الناحية النفسية تحفز على التسوق كذلك. وأيضا من محفزاتها على التسوق أن لا يقول المتسوق ليس في جيبي الآن من الأموال ما يكفي لشراء هذه البضائع أو لأخذ هذه الخدمات والاستفادة منها، فهي حافز على التسوق وحافز على الشراء. ومن هنا يكون التاجر الذي يقبل اقتطاع أثمان بضائعه وسلعه وكذلك خدماته يكون قد ربح مزيدا من المتسوقين. أنها كذلك توفر عليه حمل الأموال إلى البنوك وإلى مكاتبها، وتوفر عليه وتمكنه من تحويل أمواله مباشرة إلى حساباته دون عناء. يكون مثلا قد يحتاج إلى عمال ليحملوا هذه الأموال وليدفعها في حساباته في البنوك، بواسطة هذه البطاقة سيستغني عن هذا الجهد وسيقتطع من حسابات هؤلاء المشترين والمتسوقين من عنده، سيقتطع من حساباتهم أثمان سلعه أو خدماته مباشرة إلى حسابه، وبالتالي توفر عليه ذلك الجهد الكبير. هنالك أيضا فائدة تسويقية يستفيدها التاجر، يستفيدها التاجر أي المحل أو الدكان أو مكان الخدمة الذي يقبل اقتطاع أثمان هذه الخدمات أو السلع من بالبطاقات، وهو أن اسمه سيدرج في قائمة الجهات القابلة لهذه البطاقة عند البنك المصدر وعند كل ترويج يقوم به، فإنه سيعتمد جهات معينة وسيحددها بالأسماء وسينشر كذلك علاماتها التجارية، وبالتالي سيستفيد التاجر القابل لاقتطاع أثمان سلعه وخدماته سيستفيد من
من هذه من إدراجه على هذه القائمة في الناحية الإعلانية. بالنسبة للبنك المصدر وهو الجهة الثالثة سيستفيد كذلك، ستشكل له موردا إضافيا لما يقتطعه من الرسوم من التجار القابلين لأثمان بضائعهم ومقابل خدماتهم، سيقتطع منهم جزءا يتفق الطرفان عليه حسب اتفاقية الإطار التي تحدد مسؤولية كل منهم وحقوقه على الآخر. ستشكل له موردا إضافيا كذلك برسوم الإصدار ورسوم الاستبدال وغيرها من الرسوم التي ستربطه بعملائه الحاملين لهذه البطاقات. سيستفيد منها كذلك باكتساب عملاء جدد، نعم، وذلك بأن هؤلاء التجار الذين سيقبلون وسيستفيدون من قبولهم لهذه البطاقة باقتطاعهم أثمان سلعهم وبضائعهم وخدماتهم من حامل هذه البطاقات سيلجؤون إلى أن يفتتحوا حسابات في هذا البنك توفر عليهم دخول هذه الأموال مباشرة في حساباتهم، فلا يعقل أن يوجد تاجر قابل لهذه البطاقة دون أن يفتح حسابا عند بنكها المصدر. إذن ففوائد هذه البطاقات كبيرة جدا، سواء على حاملها شخصا كان عاديا أو شخصا اعتباريا، وسواء كان هذا الطرف هو البنك المصدر، وسواء كنا نتحدث عن التاجر القابل للبطاقة. أنواع هذه البطاقات تنقسم إلى نوعين، هنالك ما يعرف بالبطاقات غير الائتمانية، وغير الائتمانية معناها التي لا يتحمل أصحابها ديونا للبنوك باستخدامها، هذه تسمى بالبطاقات غير الائتمانية، بطاقات السحب الجاري الاعتيادي التي تسمح للعميل بالسحب مما هو موجود ومتوفر في حسابه فقط. ونوعها الثاني، نوع الحسابات غير الائتمانية، هي حسابات الدفع المسبق مثل بطاقات الحج والعمرة وأنواع السفريات المختلفة التي يدفع أصحابها أموالا تكون في هذه البطاقة المحمولة، فيدفعونها مسبقا حتى ولو لم يكونوا مرتبطين بحسابات فعلية على الأرض مع البنوك. فهذا النوع يسمى بالبطاقات غير الائتمانية، أي التي يستخدمها صاحبها دون أن يكون بذلك الاستخدام مدينا للبنك المصدر، لأنه إنما يتصرف في أمواله الموجودة فعلا إما في حسابه وإما في بطاقته في شأن البطاقات ذات الدفع المسبق. هنالك نوع آخر من البطاقات يسمى البطاقات الائتمانية، وهي التي تمكن صاحبها من استخدامها بما هو أكثر مما هو موجود في حسابه، إما أنه يستخدمها وحسابه منكشف تماما، وإما أنه يستخدمها وحسابه ناقص أو نازل عما هو مطلوب منه. وهذه نوعان أساسيان، البطاقة الائتمانية العادية وهي التي تمكن صاحبها من شراء السلع أو البضائع أو أداء أثمان الخدمات أو حتى سحب الأموال وحسابه منكشف، فهذه تجوز إذا لم تكن فيها فوائد ربوية. وللبنوك الإسلامية مجموعة من المخارج ومن الخدمات المهيكلة على هذه البطائق لتقديم أو البطاقات لتقديمها لعملائهم إما
سلف لا يجر نفعا وبقرض حسن لعملائه المتميزين، وإما بكون هذه تحميل هذه البطاقة بمنتج آخر مثل منتج الإجارة أو إجارة المنافع الموصوفة في الذمة أو غيرها، مما يتيح للبنك أن تكون استفادته استفادة من بضاعة أو خدمة تملكها ثم باعها لعميله بربح معين. النوع الثاني من البطاقات الائتمانية هو بطاقات الائتمان المتجدد، وهذه لا تجوز أبدا لقيامها على الفائدة وعلى الربا الصريح، وهي حسب علمي غير متاحة في البلد لله الحمد. هنالك نقطة أخرى من الأهمية بمكان، وهي أخذ العمولة على الإصدار والاستبدال وغير ذلك، وهو أمر يجوز للبنوك الإسلامية إذا أصدرت هذه البطاقة أن تأخذ رسوما لا تعتبر الضمان ولا تعتبر الائتمان، وإنما هي مقابل إصدارها لهذه البطاقة أو استبدالها لها إذا ضاقت أو انتهى وقتها المحدد، انتهى تاريخها المحدد أو ضاعت مثلا على صاحبها، فلا بأس بأن تستفيد البنوك من رسوم مقابل ما قدمته فعليا من خدمات لحامل هذه البطاقة. هنالك أمر أيضا من الأهمية بمكان، وهي أن هذه البطاقة تمثل أن الاقتطاع بها يمثل القبضة الحكمية، فبإمكان حامل البطاقة أن يشتري مثلا قلادة من الذهب ويقتطع تاجر الذهب ثمن الذهب بهذه البطاقة، لأنها بمثابة القبض الحقيقي فهي قبض حكمي. أفتح قوسا لأقول إن الذهب والفضة كلاهما لا يجوز شراؤه بالعملات الحديثة دينا، لا يمكن أن أشتري قلادة من الذهب أو قلبا من الفضة أشتريه بمئة ألف أوقية إلى شهر، بل ولا إلى يوم واحد، لأن ذلك من ربا النسيئة المحرم. إذا كنت حاملا لهذه البطاقة واقتطع بائع الذهب أو بائع الفضة اقتطع أثمان هذه القلادة، اقتطعها من هذه البطاقة، فإن ذلك يعتبر قبضا حكميا لا بأس فيه ولا غضاضة، لأنه بمجرد اقتطاعها وتوقيع على الفاتورة أو وضعي للرقم الذي يخصني، بمجرد ذلك فإن الأموال قد أخذت طريقها إلى حسابه، وقد رفعت عنها يد التصرف واقعا وقانونا وشرعا، فهي حقيقة تشكل قبضا حكميا يمكن أن يعتد به. والقبض الحكمي كما تصرح بذلك المجامع الفقهية يكون بالاقتطاع بالبطاقة، وكذلك الوفاء بالشيك إذا كان الشيك مصدقا، وكذلك بتسجيل في الحساب البنكي كذلك، ومجموعة معروفة يتشكل ويكون بها القبض الحكمي قائما مقام القبض الحقيقي بالأيدي والعد والحسب. إذن تحدثنا في هذه الحلقة المباركة عن بطاقات السحب وبطاقات الائتمان، وهي خدمة من الخدمات المصرفية المهمة التي تقدمها البنوك والبنوك الإسلامية. تحدثنا عن أهميتها لأطرافها المختلفة، وتحدثنا عن حكمها، وبأن بطاقات السحب مما هو متاح في الحساب لا بأس فيها ولا غضاضة، وأن حسابات أو بطاقات الائتمان تختلف، فإذا كانت بطاقة ائتمان متجدد فإنها لا تجوز بحال لقيامها على الربا الصريح والسلف بالزيادة، وإذا كانت بطاقة
ائتمان عادية، فإذا خلت من الربا ومن شبهة الفائدة كانت جائزة إن شاء الله تعالى. لملاحظاتكم وأسئلتكم وإضافاتكم ومقترحاتكم يسعدنا أن تكتبوا إلينا على صفحة قناة الموريتانية الظاهرة على الشاشة وعلى صفحة معد ومقدم البرنامج الظاهرة على الشاشة كذلك. إلى الأسبوع القادم، هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على هذه الحلقة، في التنسيق بابا أحمد سالم، وفي هندسة الصورة الشيخ مصطفى والشيخنا. وإلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.